طوابير الانتظار على محطات الوقود أزمة تتكرر في بلد يعوم على بحر من النفط، إضافة لأزمات الماء والكهرباء وغيرها، فموارد البلاد أوراق رابحة لأحزاب الخراب لافتعال الأزمات واستمرار الفساد. منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 والحكومات المتعاقبة تعد الشعب بنظام ديمقراطي يضمن للجميع حقوقهم، إلا أن طوابير الانتظار في ظل انخفاض درجات الحرارة وغلاء أسعار الوقود وغيرها تكشف زيف ادعاءاتهم. سعت الحكومة الحالية لنفي حدوث أزمة في الوقود، إلا أن بوادر الأزمة لاحت في الأفق لتمتد من شمال العراق إلى جنوبه مرورا بكركوك وديالى وصلاح الدين والموصل وصولا إلى البصرة. أزمة البنزين العادي ما موجود في كل المحطات، وينك وزير النفط؟ وينكم نواب البصرة؟ وين الأحرار من محافظة البصرة؟ خيشوفون الكوارث يوميا، نقعد الصبح على كارثه في هذا البلد العظيم. مشاهد الفوضى عند محطات الوقود اثارت غضب العراقيين لما آلت اليه اوضاع بلادهم، واضراب القطاع الخاص عن العمل فاقم من الازمه في وقت تجود به الحكومه بالنفط على لبنان والبرازيل للمساعده في حل ازمه الوقود هناك. اليوم بنزين ماكو، ليش؟ احنا اهل النفط، احنا اهل النفط، نصدر للدول الخارجيه يجيبون لنا بنزين ويجيبون لنا غاز، شنو السبب؟ بسبب سكوتنا، بسبب حكم الأحزاب هذا اللي حكموا العراق من 2003 لحد 2022، وحسبي الله ونعم الوكيل. تقليل الاستيراد الخارجي وارتفاع أسعار النفط العالمية حجج واهية تعمد إليها حكومات الاحتلال لصرف النظر عما يجري من تقاسم لثروات البلد بين الأحزاب الفاسدة وجارة السوء إيران، التي تهدد بين الحين والآخر بقطع حصة الغاز الذي يستورده العراق. أزمات مفتعلة تعصف ببلد النهرين، وأبناؤه لا يجدون أبسط مقومات الحياة من الماء والكهرباء، وآخرون نازحون في ضنك الخيام.